حضرات المشاهدين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وتقبل الله صومكم وبارك يومكم. يقول المولى تبارك وتعالى في سورة هود: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. يعني ما ثماش مخلوق خلق ربي وما خلقوش قسمه وأجله، يبقى على هالمخلوق أنه يسعى على رزقه، كيف ما قال أحد الشعراء: على المرء أن يسعى ويبذل جهده ويقضي إله الخلق ما كان قاضيا. لكن كيف نعمل مقارنة بين ما كانت عليه ثقافة الناس في الماضي وما صارت ليه اليوم، نلقاو تبدل كبير. المجتمع التقليدي كان شعاره خدمة النهار ما فيها عار، كان شعاره أيضا إذا جار عليك وقتك جور على ذراعك، يعني اخدم. كان شعاره أيضا اللي ما يشقى ما يلقى وما ينجى من الدين الغارق، ما خير كلمة يحمد يا سقى ولا كلمة يا سارق. وأمثال عديدة تكاد لا تحصى تعكس ثقافة المجتمع اللي كانت قائمة على الجد والاجتهاد وعدم الاستنكاف من العمل مهما كان متواضع. لأنه مهما كان العمل متواضع يحفظ كرامة الإنسان من مذلة السؤال. وكيف ما يقول المثل العربي: السؤال ذل ولو أين الطريق. نرجع لمسألة الأرزاق والأقسام، وأنه كل قادم له رزق. الضيف كيف يجي يجيب معه رزقه، المولود الجديد ينزل ومعه رزقه، وهكذا. لكن ثم الكثير من الناس ما يقراوهاش من هالزاوية، بل يقول لك الضيافة ولت مكلفة، والصغير ولا يتكلف، تحب له وتحب له وتحب له. يا اخي انت مش تعطيه من عندك، دي هو انت الكبير اللي في شدك وعدك، قسمك بيد اللي خلقك. المهم يحكيوا على راجل يخدم صانع نساش، عنده قس صغار وهو مسكين يجري ما يلحق. قامت المرة حبلت تغشش طار قز، ومن استلزم الصبر، هيا ان شاء الله يجي وليد يعاون بوه، ان شاء الله يجي وليد يعاون بوه. كملت 9 شهور قامت بالوجع، ولدت. ايش معك يا قابلة؟ قالت بنية. هو قفل الباب يستنى في البشارة، يحسب ماشي عادة تلحق تقول وليد، هيك الكلمة الأولى بنية هيك ما هي باش يطيروا بها الدهشة. يسمع فيها كنساء خايزين بقصيمها بحية رصبوها، عرف اللي هي طفلة بالمجد. ظلمت الدنيا بين عينيه وبدأ يغلي ويكشكش، وهكا نساه هفتوا فيه، ومنها هفت وراع رمى برنوصه على راسه، مازال عقيب ليل وتم خارج. هاي مصايم باش مش يعشي النفس، باش مش يعشي ضربوها، باش مش يجيب ما لازم الظنة. وبدأ ماشي برا ماشي، اتعب، جات احساس، وقعد يستنى حتى يطلع النهار ويرى كيفاش يعمل. هو هكاك ويحس كان هكا بما سخون هابط يشرشر على راسه، عجب، مطر مش مطر، الدنيا طياب. شيء هكا راسه الفوق، واذا بيه يلقى شباك بركبه ويلقى مكعبش فيه قرد. يا والله نهار دزة، هو ما عندوش مسكين حتى حق خبزة ويزيد يصبح على القرد هذا. يخطف حجرة قد عظمة الحمام ويتم طيشها عليك القرد بالعصب اللي شدو. القرد ما هو اللي يرى لادمي يعملو يعمل كيفه، يابط من الشباك ويدخل في وسط بيت، يجيب حاجة في يده ويتم رميها عليك الراجل. طاحت شرينت، قام الراجل يلقاها كعبة بنته، كعبة بنته يعني قطعة نقدية
ذهبية. جبت حجرة أخرى وعود رميها عليه. مشى القرد جاب كعبة أخرى وعود رميها عليه. ولا وهكا يعور بالحجر وهكا يعور فيه بالبينتو. وسي وخينا يلمد ويحط في الكبوسة بتاعه. حتى تعبى. زاد عبى جيابه. النهار علم وبدأت الناس تدب. قال هي فيه البركة. نمشي على روحي خلني يشوفني حد. مشى خطوات وهو يكذب ويحقق. من قال بينه وبين روحه توا هالمال هذا زعم حلال ولا حرام؟ كيفاش نوكل المرأة وصغاري الحرام اذا ما قالش به ربي؟ من هاي يتفكر اللي المرأة نفسها وهو ما عندوش حتى حق خبزة. قلت يا ربي يغفر ويسامح، هذا قسم عطاه لي ربي. يمشي خطوات ويرجع ضميره يلومه على يلومه، وقعد يتعارك هو والنفس. منها ولا ولعن الشيطان وغلب روحه وقال من وكلش مرتي وصغار الحرام، واللي خلقهم ما يفرط فيهم. وتم راجع على تواليه للدار اللي وقف تحت منها. دق خرج له الخدام، تفضل يا بابا. قال له نحب نقابل مولى الدار. وبشوية خرج له راجل همة وعمة، تفضل يا ولدي. قال له يا سيدي السيرة فيها وفيها وفيها. وحكاله كل ما جراله من اللي خرج من داره متغشش على خاطر المرأة جاب الطفلة وهو ما عنده حتى شيء، لحكاية القرد اللي بدي لوحده في البينته. وجبد هكا اللي لموا الكل وصبه له قدامه. اغزر هكا مولى الدار يعرف البينته متاعه، خل يجري يلقى عنده رزمة انساه ما سكرش عليها الكوشة في الليل. أي ولدي، قال له على أمانتك وثيقتك هالفلوس خوذهم حلال عليك، وكان ما يزيوكش نزيدك، وبرا اصرف اشخاصك في دارك. شبه هكا الراجل بدع الخير ومشى مقابله للسوق، خذا كل ما يلزمه المرت والنافسة وللظناء وعشد رنسابه. ومنها قال يرحمهم كيف قالوا قسم الجواري جاري. وعلى أمل أن نلتقي في حلقة قادمة، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.